الذي خصص لهجن أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل. نرحب بكل المتابعين عبر قناة الهجن في هذه المتابعة وهذا النقل المباشر متابعينا الأفاضل هنا بقيادة الأستاذ أحمد الحمادي قائد فريق العمل الفني هنا بهذا الميدان، ميدان الأصايل، ميدان الشحانية الهجن العربية الأصيلة. وهنا نتابع هذه الاستعدادات الأولى لأول أشواط هذا المساء في ضمن هذا المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر المفدى، وكذلك بالإضافة إلى التوجيهات من سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني ولي عهده الأمين، ومتابعة أيضا سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني المستشار الخاص لسمو الأمير، وأيضا اهتمام كبير من معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر الثاني رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر الشقيقة، واهتمام أصحاب السمو الشيوخ وعلى رأسهم سيدي أمير البلاد المفدى بالاهتمام بهذه الرياضة العربية الأصيلة. وتشريفه يوم الغد إن شاء الله في يوم الختام سيكون شرفا لكل من يحب ولكل من يعشق الأصالة والانتماء إلى أرض هذا الوطن الغالي. باسمه وعلى بركته متابعينا الأفاضل نرحب بكل الحاضرين، ونحن في انتظار إعلان انطلاقة هذا الشوط في هذا اليوم الجميل، يوم الكبار. بالفعل كبار وكبار الأسماء التي تتواصل في هذا الانطلاق، هناك سوف نتعرف عليها من خلال مسار هذا الشوط ومن خلال انطلاقنا وإعطاء الإشارة التي ستنطلق. وباسمه وعلى بركته يتم انطلاق الشوط الرئيسي الأول في هذه اللحظات. انطلق الجميع انطلاقة الفوز والنصر وانطلاقة الناموس، انطلاقة الحصول على الناموس والفوز بهذا الشوط الكبير، هذا الشوط الغالي الذي يتمناه كل عشاق هذه الرياضة العربية الأصيلة. كل أمنياتنا إن شاء الله للإخوة الملاك والمضمرين الذين يشاركون في هذا الشوط، ولا بد من تذكير أيضا بأن هناك في هذه الفترة ومع هذه الانطلاقة سوف تكون أربعة أشواط، وبعد إن شاء الله الفترة الثانية سوف يكون هناك الشوط الخاص بالخنجر وللحول وكذلك الزمول في الفترة الثانية من هذا المساء. ولكن الكل عينه على يوم الغد، عينه على من سيكون في يوم الجد، هناك يوم السيوف ويوم ترقص أيضا وتغني كل المتابعات لهذا الشوط وكل المحبين لهذه الرياضة العربية الأصيلة. أسير بكم مشاهدينا الأعزاء مع انطلاقة هذا الشوط وأتابع المقدمة ومن تنطلق هناك على الصدارة في هذه اللحظة، اللي على المركز الأول واللي متواجدة في الصدارة اللي هي التزام لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومتولي قيادة التزام، مسري بن سالم بالعرطي الحميري هو اللي يقود التزام في هذا الشوط. أما المركز الثاني فننتقل هناك مع شرايين في المركز الثاني لسيد لميلم بن ثنيان الشمري اللي على المركز الثاني، بينما في ثالث المراكز انتقل إلى المركز الثالث وأتابع الانطلاقة هنا من صاحبة المركز الثالث، وهناك سمحة لسمو الشيخ خليفة محمد بن خليفة الثاني وعايد بن صلاح الرشيدي مضمرها، بينما في المركز الرابع واللي تدخلت بكل قوة في هذه اللحظات خلود اللي تعود ملكيتها لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم واللي يتولى تضميرها أحمد بن حماد المحير بأنماء المركز الخامس، فدخولنا إلى براقة لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان وسهيل بن حمد بن دري الفلاحي اللي يتولى تضميرها، انتقل لسادس المراكز. وعلى الجانب الآخر هناك تأتي أيضا، يا سلام، هناك انذار في المركز، انذار هناك لأنجال الشيخ عبد العزيز بن حمد
الثاني ومحمد بن علي بن جرحب المري هو اللي يتولى تضميرها. أرى المركز السابع، أنتقل إلى سابع المراكز، وهنا حدث لسمو شيخ ياس بن حمدان بن زايد النهيان، وسمو شيخ منصور بن زايد النهيان، واللي يتولى تضميره حميد بن سعيد النيادي، بينما في المركز الثامن الدخول من الفايز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وفهد بن حصين النعيمي مضمرها. وفي المركز التاسع هناك على الجانب الآخر هناك، يا سلام، نشبه هناك في المركز التاسع لسمو الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، واللي يتولى تضمير فهد بن سيف الخيارين. وهنا على المركز العاشر تأتينا هنا بالظبيان سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وهناك أيضا أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي هو اللي يتولى التضمير. هذه المراكز العشر مشاهدينا الأعزاء متابعينا الأفاضل، ونداءنا الأول اللي نادينا في هذه الأسماء وهي أسماء بالفعل عبرت عن مسار هذا الشوط، وهي تعبر وتؤدي أداء متميزا مع هذه الانطلاقة والكيلومترات الأولى. ما شاء الله، هناك التزام على المقدمة، والتزام تعني التزام لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ومتولي تضميرها خبير من خبراء هذه الرياضة العربية الأصيلة اللي هم سري بن سالم بالعرطي الحميري من دولة الإمارات، قادمة للمشاركة التزام، ولها الالتزام أيضا بأداء هذا الشوط. المركز الثاني تأتينا هنا شرايين وشرايين، هناك اللي على المركز الثاني، والتغيير هناك براقة اللي بدلت على المركز الثاني لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان. هناك سهيل بن حمد بن دري الفلاحي هو اللي يتولى تضميرها ويتولى انطلاقه على المركز الثالث. هناك الدخول من انذار لانجال الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني، ومحمد بن علي بن جرحب المري هو اللي يتولى. يا سلام، يوجه انذار بن جرحب، ولكن الانذار الاول هذا انذار اصفر في هذه اللحظه. المركز الرابع الحريده في المركز الرابع لابناء الامير محمد بن سعود الكبير اللي يتولى تضميرها ناصر بن صرير المري هو اللي يتولى تضميرها. يا سلام يا بن صرير، دائما مع الكبار، اشكرك على المتابعه. المركز الخامس، وتاتينا في خامس المراكز، هنا خلود في خامس المراكز لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والمتولي للتضمير احمد بن حماد المحيربي هو اللي يقود المتميز في هذه الرياضه، هو اللي يقود الخلود ويفكر في تخليد اسمه ايضا في هذا الشوط وفي كل الاشواط. المركز السادس، دخولنا هنا ايضا من سمحه لسمو الشيخ خليفه بن محمد بن خليفه الثاني وعايد بن صلاح الرشيدي، ولكن ارى الدخول من الفايزه وانطلاق من الفايزه، ولكن سلام وصلت في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، واحمد بن سلطان بن رشيد السويدي خطير المضمرين هو اللي يتواجد مع سلام في هذا الشوط. هناك المركز السادس، الفايز ايضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وفهد بن حسين النعيمي. هل يحضر النعيمي مفاجأة في هذا المساء؟ ما ندري. اشوف المركز السابع والعودة الى سمحة لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني وعايد بن صلاح الرشيدي. يلا يا ابو صلاح، اتحرك يا ابو صلاح. المركز هناك والانطلاق من المركز الثامن، ونشبه في المركز الثامن اللي تاتينا لسمو الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفه الثاني وفهد بن سيف الخيارين هو اللي يتولى التضمير. الله الله الله، الشباب كلهم مقتحمين الكبار، وارى هنا من تصل في هذه اللحظات. الذاهبه وصلت في هذه اللحظه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وهناك حمد بن راشد بن حمد بن غدير هو اللي يتولى
تضميرها وذهب إلى وين الذهب. يا سلام يا سلام يا سلام، المركز الواثق ويقود الذهب، والمركز العاشر يأتينا تأتينا الصايلة، الصايلة اسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وهنا علم آخر من أعلام هذه الرياضة، قائد فرقة تراثية سميت بالفرقة 11 اللي هو أبو سالم راشد بن حمد بن غدير. يا سلام، يعني اليوم في إنزال قوي في هذا الشوط، إنزال قوي، وكل الفرق التراثية الكبيرة تأتي هنا، كل الأسماء التي تتواصل من شوط إلى شوط ومن تحدي إلى تحدي. ويا سلام يا سلام، نحن ننتصف المسافة تقريبا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، والتزام لا تزال على التزامها على مقدمة هذا الشوط، والكادر العلوي يحمل التزام وأداء التزام، ومشكور يا الحمادي على الاهتمام بالالتزام، وهو التزام منا أيضا بتقديم المعلومات الكافية وأيضا وضع الأول على الكادر الأول. يا سلام، التزام هي اللي على المقدمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ومسري بن سالم بالعرطي الحميري الخبير هو اللي يقود هذا الشوط، يقود الخبرة وهو في سن الخبرة، وما شاء الله الكبار ورقصوا الذلل هنا يتواصل في هذه اللحظات. المركز الثاني، وانتقل إلى براقة في ثاني المراكز لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان وسهيل بن حمد بن دري الفلاحي، الفلاحي هو اللي يتواصل. الله الله يا أبو حمد الله. المركز الثالث، الحريدة وصلت المركز الثالث لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير وناصر بن صرير المري، ولكن تجاوزت سلام، ويا سلام يا على سلام، وسلام انتقلت المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، قطب هذه الرياضة العربية الأصيلة، وهو القطب الكبير في هذا العالم الجميل العالم الساحر، وأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الخطير هو اللي يقود سلام، وهي تبغي السلام. أرى المركز الثالث، ووصلكم القائد هنا مع الصايلة، هو صال أبو سالم، صال على المقدمة هنا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وراشد بن حمد بن غدير اللي يندفع مع الصايلة على المقدمة. الله الله يا أبو سالم الله، مرغم تنادي في هذه اللحظات، أيضا تنادي السلامات هناك على المركز الرابع الذهب، وصلت في رابع المراكز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ومتولي تضميرها الوافق حمد بن راشد بن حمد بن غدير هو اللي يتولى تضميرها، والمركز الخامس أعود مع براقة سمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان وسهيل بن حمد بن دري الفلاحي هو اللي يتولى تضميرها. خلاص بأكتفي وبعود إلى الصدارة، ونحن وين الموقع يا مشاهدين يا متابعين؟ الموقع وين مع الكيلو و200 المتواصل من هذا الشوط؟ وأكيد أكيد أكيد التحدي، أكيد التحدي والتزام. يا سلام يا سلام على التزام وأداء التزام وتحدي التزام. والشوط الأول وين يبغي؟ وين يبغي السلام؟ وين؟ وين يبغي السلام؟ وين؟ في الكيلومتر الأخير، كيلو التحدي، كيلو الصراع، كيلو المناوشات، ولكن التحدي والنزاع هنا مع افتتاح هذه اللحظة والتزام اللي على المركز الأول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب، واللي يتولى تضميرها مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وأرى سلام سلام على ثاني المراكز هنا، وسلام سلام 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 لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، واحمد بن سلطان بن رشيد هو اللي على يقودها وهو يضمرها. سلام مع الخطير والتزام مع الخبير. السلام يا سلام، الخبير عم الخطير، وين بيكون السلام؟ على العموم السلام اماراتي، السلام هناك اماراتي، السلام لابو راشد، السلام لابو راشد اولا واخرا القطب الكبير سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. الله 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 يا التزام والله يا الخبير، لا سلام ولا استسلام، لا سلام ولا استسلام، تبقى في المقدمة التزام اللي على الصدارة، وال400 متر الأخيرة وصلنا إلى خط النهاية. الله 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 الله، سلام يا المرموم، سلام سلام يا المرموم، سلام سلام يا الإمارات، سلام سلام دبي، سلام وسلام هنا على المقدمة للالتزام. ما شاء الله وتبارك الله، تصل في هذه اللحظات تهانينا والناموس
لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم على هذا الفوز، وتهانينا لابو حمد مسري بن سالم بن عرطي الحميري ومشكور. قادت الشوط راس وانهت الشوط راس، يا سلام، تستاهل الزعفران، تستاهل الناموس، وتستاهل الفوز، وهالي المرموم يستاهلون بسلام. هنا من الشحانية مباشرة عبر الأثير إلى المرموم بدانة الدنيا دبي. المركز الثاني سلام، في المركز الثاني اسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الثالث المركز الثالث السيف المركز الثالث من نصيب الواصل اسمه شيخ مايد بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الرابع المركز الرابع لسمو شيخ تميم بن عبد الله بن خليفه الثاني اللي هي نشبه. المركز الخامس المركز الخامس عالية سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز السادس المركز السادس الجاسبية لصاحب سمو شيخ محمد بن راشد المكتوم، المركز السابع لصاحب سمو شيخ محمد بن راشد المكتوم، المركز الثامن لسمو شيخ منصور بن زايد النهيان، والمركز التاسع لسمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمركز العاشر لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. اذا هذه مشاهدينا الكرام المراكز العشرة الاولى، وهذا هو التوقيت الزمني اللي تسجل في الشوط الاول في هذه اللحظات، وتوقيت كان من نصيب التزام اللي التزمت بأداها والتزمت برأس هذا الشوط وقادت حربته الى النهاية، و13 دقيقة و16 جزء من الثاني هو التوقيت الزمني اللي سجلت التزام. تهانينا والناموس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وتهانينا ايضا لمسري بن سالم بالعرطي الحميري هو اللي يقود ايضا التزام الى هذا الفوز والناموس. المركز الثاني كان من نصيب سلام اللي احتلت المركز الثاني، ايضا تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وتهانينا لاحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، والتوقيت الزمني 13 دقيقة 10 ثواني 22 ثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث كان من نصيب الواصلة اللي وصلت في المركز الثالث، تهانينا والناموس لسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد المكتوم، وتهانينا محمد بن عبد الله بن حميدان. وهذه هي لحظات وصول 13 دقيقة 18 ثانية وجزئين من الثاني هو التوقيت الزمني اللي تسجل مع الواصلة صاحبة المركز الثالث. إذا نتواصل مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في هذه الانطلاقات من هذا الميدان الجميل، ميدان الأصايل، ميدان الشحانية الذي يحتضن هذه المنافسات في رياضتنا العربية الأصيلة والتي